من رحمة أرحم الراحمين أنه نزل لنا سورة كلها أمل وكلها إشراق وكلها أنس، يقرأها كثير من المكروبين، حتى ذكر أبو الفرج التنوخ أن من قرأها في شدة وفي كرب لعل بنية الله يفرج عنه. كلها تشع أمل وكلها تدعوك إلى أنه سوف يكون هناك فرصة وبشرة وغدا مشرق وأمل طيب. وأنا أوصيكم بالتفكر فيها والتأمل. قريب يقول لي أحد المشايخ أنه جاء هم وغم، قال فأخذت ورددها، قال وجاء الفرج مثل فلق الصبح. اسمع إلى هذه السورة وعظها، عارف أنك تحفظها وعارف أنك تكررها، لكن قف معها الآن وقفة ثانية. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اجعل الصورة كأنها موجهة لك أنت الآن، عشها بفهم آخر. قبل أعرف أنها تكررت عليك، لكن مشكلتنا نحن أن أخذنا القرآن كأنه عادة وكأنه كلام يعني بس يتلى علينا وأن فهمنا هو الفهم الأول له. لا، اقرأ القرآن بفهم، اقرأ القرآن بحضور بتأثير. فإن مع العسر يسرا، هنا الشاهد. أقول لكل إنسان، أنا أعرف أنك سمعت هذه العبارة، لكن الذي يسمع كلام الآن ربما مر به مصيبة أو أزمة أو مشكلة أو ألم أو مريض أو جائع أو مديون، أقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا كلام الله. يقول ابشر، في أمل. أما مر بك أزمة في بيتك أو في نفسك أو مشكلة، أما تغيرت الأحسن والأجمل، أما مر بك مثلا افتقار مالي أو مشكلة دين أو مرض في جسمك أو في أسرتك أو أزمة أو سجن أو قضية معضلة، أما تغيرت الأحسن والأجمل؟ ما الذي غيره الواحد الأحد؟ يقول لنا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بشر نفسك بالأمل يا أخي. بعض الناس إذا وقع في مشكلة وأزمة أغلق على نفسك كأنه في غرفة وأتى يستدعي الهموم والغموم وسوف لا نخرج وهذه النهاية. بعض الناس مريض موهوم مسكون بالقلق مشؤوم يتشائم على نفسه وعلى إخوانه. إذا كان فيها ساعة تنس قال إيه بس والله ما ندري في العواقب. وإذا أصبح عنده نعم مثلا 90% من النعم قال لي بس ما عندنا سيارة، ما استطعنا نشتري سيارة، يعني ذكر هذاك النقص. مشكلتنا أن لا نشكر الله على الموجود الذي أعطانا، لكن نذكر المفقود. يعني الواحد منا عنده نعم في نفسي وفي أهلي وفي ذريتي وفي دراستي وفي عملي وصحتي وفي سمعي وفي بصري وفي منامي وفي بيتي وكل شيء، ولكن ينقصه شيء. مثلا ما استطاع يحصل على وظيفة، ما استطاع يتزوج مثلا، ما عنده سيارة، معلق الدنيا كله ومشغل العالم بهذه المساء، ودائما زفيره وشهيقه ويذكر الآهات والونات والإزعاج، حتى بعضهم الآن مشافى في كل جسمه، لكن عنده ألم بسيط أو عنده مرض زاره مرض في جسمه أوقف الدنيا لهذا، وكأنه ما نعم، كأن الله ما أعطاه شيء. ولهذا ينبغي علينا نعدد النعم التي أعطانا الله، وبعدين حدث نفسك يا أخي بالأمل من نعم الله عليك، إنه مهما مر بك من هم، لكن انظر الساعة التي بعدها أو اليوم التي بعده، الله يجدد لك الأمل ويجدد لك البشرى، ويأتيك شيء إن شاء الله يسعدك ويفرحك. أنا أبشر المهمومين المغمومين بفجر صادق بإذن الله، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ابشروا بالأمل وابشروا بالفجر الجديد. بالله عليكم، هل يستمر الليل الذي خلقه الله الليل الأسود هذا؟ الفجر بعده، ثم تأتي الصباح، يأتي الصباح بنوره وبهائه وطلته المشرقة وبشمسه المضيئة. فيا أخوة منوا أنفسكم ودائم كرروا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه الحياة هي حياة جميلة متى ما نظرناها بجمال، متى ما توكلنا على الله، ومتى ما جعلنا شعارنا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.